مستلة سيف المضائم من غمد التهيب في سوح الخدمة الميدانية، غير ناسية نصيبها من دنيا الإسهام على منصة المشاركة الإسنادية. حجزت المرأة الفلسطينية لنفسها مقعد تصدر على سفر يوميات مسيرة العودة الكبرى في نسخة عرض الاعتصام السلمي، مخططة بين طعن قنا المواجهة وخفق بنود التحضير، خطة عمل تدرجت في تفاصيل مسطرتها من رفع العلم والتقاط الحجارة وجمع العجلات وسقاية اللاغب إلى التدخل الإسعافي والخدمة التمريضية في نسخة الحضور الميدانية. على حين زينت متن نسخة الردء بصفحات تفرد ومشاركة، أودعتها تضاعيف أنشطة خيمة العودة التي استأثرت فيها بتقديم الفعاليات الثقافية والتوعوية النسوية الخاصة، وأخرجت على منصة دعوتها العامة سهم مشاركتها مد السمع وملء البلاغ. حضور نسوي تخللت فصوله الجمعية مشاهد مبادرة فردية أقامت في الذهن صور عناية اضطلاعية وأدوار رعاية خدمية إسلامية تاريخية، جددت فيها الممرضة رزان النجار والمسعفة شروق مسامح، رفيدة الأسلمية رائدة الآسيات وصاحبة أول مستشفى إسلامي ميداني، في تجربة حية اقتحمتا عقبة تحديها مستسهلتين في جنب عملهما الإنساني تقحم خطر القنص واستنشاق زعاف الغاز. على حين سجلت الماجدة أم سراج النجار حضورا تاريخيا غير الانفصال، كان رصيد ذكرها منه كتاب توثيق مصور يشهد لها بسابقة قياسية في مجال سقاية العطشان وتوزيع قنان الماء ملء ميدانيات مسيرة العودة التي شهدت أمات مشاهدها من يوم الأرض حتى جمعة الشباب الثائر.